خلينا الأول في حول الأسرة البيضاء، ده تسجيل نادر وحصري لأول مرة على موجات إذاعة الأغاني. نسمع الفقرة الخاصة بالفنانة صباح، وهو من تقديم الإعلامية الكبيرة الأستاذة سامية صادق، اتسجل في الفيوم 28 أكتوبر 1961. هنسمع التسجيل الأصلي قبل المونتاج. عاوزين نحيي المهرجان الأميري، بيحيي المدام صباح. الفيوم تحيي، الفيوم تحيي السيدة صباح. جميعا نحيي ست صباح بوجودها عندنا في الفيوم. ألف سلامة ليك. الله يسلمك. يا ترى بتشكي من إيه؟ عندك إيه؟ عندي التهاب بالحنجرة. في الحنجرة؟ آه. مرة واحدة. سلامتك. الله يسلمك. ميرسي. كنت عايزة أسألك حاجة، قصر لبراند اللي هو اسمه قصر التيه، يا ترى القصر ده كبير وسموه قصر التيه ليه؟ عشان الواحد يعني بيتوه فيه ولا ايه؟ عشان كان فيه 366 أوضة على عدد أيام السنة. واللي يدخل فيه طبعا بيتوه. فعشان خاطر كده سموه قصر التيه. والفراخ 365 هو 365 زودتي علينا أوضة انت. والفراخ الفيومي ليه مشهورة بأنها كده سمينة وفراخ كده لذيذة؟ يا ترى جنب الفيوم في فراخ زيها ولا بس الفيوم مشهورة بالفراخ؟ الفيوم مشهورة بتربية الفراخ والفواكه والحاجات دي، دايما مشهورة بيها الفيوم. يعني بتزغطوهم ايه عشان يبقوا زمان كده؟ بنأكلهم مزارع الفيوم العادية. لازم الجو بقى مناسب الظاهر كده. والعنب كمان. هنا في مراعي وهنا في مزرعة تابعة لوزارة الزراعة. دي كانت أول مزرعة أنشئت بعد مزرعة ستس. علشان تربية الدواجن. وعلى منوال المزرعة دي عملوا 5 مزارع في الجمهورية، في المحافظات الأخرى، علشان تربية الدواجن. فتلاقي عندنا الدواجن بياكلوا كسب مخلوط على قشر فول مخلوط على بعض الفيتامينات لتقوية نفس الدجاج. وميزة الفيوم ان الدجاج بتاعنا بيدي يمكن كل يوم بيضة. طب والعنب الفيومي والتين وكل ده برضو حاجات مشهورة جدا. دي مشهورة لان ارض الفيوم بتروى ري سهل، يعني من غير ماكينات ومن غير سوائي، فيها نظام الانحدار المائي، ونظام الانحدار المائي استغلوه هنا علشان استخراج الكهرباء اللي بتنور الفيوم. يعني الكهرباء اللي عندنا في الفيوم جاية من المية، في 3 تربينات والتربينات بتدورهم المية، فعشان كده تلاقي الأرض بتاعتنا كلها خصب كويس، ومزارع كبيرة والسكان عددهم قليل. كويس، يمكن النهاردة برضو على جو الفيوم والجو الكويس نغني أحسن. أيوة إن شاء الله. لا وكمان لو كنت تسمحي وتترددي كتير في البركة وفي الأوبرج وفي المناطق دي كلها. أيوة إن شاء الله. وعندنا جزيرة الغزلان كمان. ما طبعا الفيوم مشهورة. لا وعندنا في مزرعة تانية جايز حضرتك ما تعرفيهاش، مزرعة الغزلان موجودة في بركة قارون كمان، دي فيه جزيرة مخصوصة بيربوا فيها الغزلان. كويس، شكرا. يا ترى تحب تسمعي ايه؟ اولا احب اشكر حضرتك اللي حضرتك جيت، وكنت اتمنى ان انا اشوفك في اي وقت، واشكر ربنا اللي انا عييت عشان دخلت المستشفى وشفت حضرتك. سلامتك، مش عايزين اجتاعي ولا حاجة. وشوفي انا عيد 15 محدش جاي لغنالي ولا عمل لي حاجة. شاكرين قوي قوي. تحب تسمعي ايه؟ بالمناسبة دي بقى اتمنيت اشوف حضرتك، فاحب حضرتك تغني اللي اتمنيته لقيته. حاضر، هخلي مدام سامية تحطها لك في البرنامج. طيب متشكرين خالص. تحبي تسمعي لمين كمان؟ حد تاني مطرب او مطربه؟ اسمع السيده ام كلثوم. تحب ايه غنوه ايه؟ حب ايه اللي انت جاي تقول عليه. كلمي. والله الفيوم نورت النهارده مدام صباح خالص، ونورت بالفنانين كلهم، والنهارده عيد عندها اللي حضركم شرفتوها النهارده. شكرا. فنانين بس من غير لا لا، والبرنامج كمان لا، واحنا نشكر مدام سامية صادق على تنفيذ.
سلامتك. تسلم. عندك ايه؟ لان عندي اللوز. اللوز انا شلت اللوز لهويده من اسبوعي، دي حاجه بسيطه. لا لا يسلمك. الف سلامه لك. الله يسلم. تحبي تسمعي ايه؟ الله انا احب اسمع حبيبه بنتها، حبيبه بنتها، واحب اجي لهويده وهدي امها. حبيبه امها. احب اجي لهويده وبنت حضرتك، وهديها لبنت اختي اسماء. وهديها كمان، احب ان الله زهيره ربنا يمن عليها بالخلفه السعيده واهداها مقدمه. ومين ابله زهيره؟ ابله زهيره مرات اخويا حكيمه هنا بتاع الاشعه، حكيمه الاشعه. طيب وانا اشكرها قوي خالص. يا ترى العنايه كويسه في المستشفى جدا هنا؟ خالص، يعني مفيش عنايه احسن من كده خالص. طيب كويس. لا. ربنا معاك وان شاء الله ربنا يشفيك قريب. ميرسي. وانا احب اشكر الدكتور مدير المستشفى، واشكر الدكتور احمد فراج اللي هو عالجني وخليني في المحافظه. سيد محافظ الفيوم، ونشكر جميع الدكاترة، نشكر السيد المحافظ، ونشكر اللي هو لب دعوتنا وخلي حضركم شرفت الفيوم، ونهدي المدير المستشفى برضو قال لنا العناية تم في الفيوم خالص. والنهاردة العيد قومي بتبر الفيوم. ونشكر جميع الممرضات وجميع الدكاترة. هنا في عيد دايما في 12 اكتوبر بتحتفوا يعني بالعيد ده، يا ترى 7 اكتوبر. فترى العيد ده مناسبته ايه؟ اللي هم خروج الفرنسيين من الفيوم. طب ده عيد كويس ده. كمان عيد عندنا اللي حضركم شرفت الفيوم ونورتوها. وبتسمعي الاذاعه دايما؟ بسمع. وبتحب تسمعي ايه؟ يعني دايما بتمنى طول ما حضرتك في الراديو وتشغلي انا بحب اسمعك. شكرا. شكرا. والف سلامه ليك. الله يسلمك. والله اتمنى كمان لو حضرتك تهديني الصوره من حضرتك. حاضر. الله يرضي. هتقدم لك اغنيه هويده دلوقتي. لا حبيبه امها. ماشي حبيبه امها يا اخواتي بحبها، حبيبة امها يا اخواتي بحبها، يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها، دي حبيبة امها. انا متشكرة قوي يا مدام صباح، ولو اطمع كمان في حاجة ان انا اسمع اغنية تاني، أغنية أنا شفت جمال، إحنا شايفين جمال في كل وقت وصورته في قلوبنا. بمناسبة العيد القومي، بمناسبة العيد القومي للفيوم. نشكر السيدة صباح والسيدة سامية صادق وجميع موظفي الإذاعة بحضورهم لمدينة الفيوم، لفضلهم بمدينة الفيوم على ما قاموا به من غناء، ونشكرهم جدا. ونشكر موظفي جميع موظفي المستشفى الأمير. أنا شفت بعمل على دي أنا شفت جمال والنبي يما، والدنيا حلوت قوي لما أنا شفت جمال والنبي يما، والدنيا حلوت قوي لما أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال، أنا شفت جمال والنبي يما. صباح في حول الأسرة البيضاء من الفيوم في 28 أكتوبر 1961 لأول مرة على موجات إذاعة الأغاني.